السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عز البرد وفي عز الشتاء قررنا نروح روسيا، بس مش عشان نتجمد، لا علشان نتدفى. روسيا هو مطعم مخصوص للأكلات البلدي والشعبي، أكل حارتنا الجميلة، شعبنا الجميل، شبابنا، كبابجي الغلابة. روسيا هو محمد روسيا، ودي الست بتاعته اللي واقفة وبتساعده، ست بنت أصول، أم مريم. محمد روسيا قرر يعمل المشروع ده عند بيته، بيشتغل وبيبيع السمين بكل أصنافه، ممبار، طحال، فشة، كفتة، حواوشي من كل أصناف، لحمة مفرومة، سجق. روسيا بيشتغل بكل حاجة بلدي، أم مريم مراته هي اللي بتساعده. وزي ما انتوا شايفين روسيا بيعمل الطلب بطلبه، يعني ما بيبقاش مجهز الأكل ويسخنه للزبون، لا ده لما يطلب منه يجهزه. أم مريم الله يبارك لها هي اللي واقفة بتساعده، زي ما انتوا شايفين إيد على إيد بتساعد، واقفة في ظهره وبتشد حيله وبتأزره. يا سلام عليك يا روسيا وانت ماسك المنبر وبتقطعه، بتقطع قلبي معاك. ويا سلام بقى لما تشوفوا المنبر بقى وهو بينزل في الزيت، يا الله حاجة كده جميلة. والتاتش بقى بتاع أم مريم لما تحط إيديها بتساعده واقفة جنبه، ست أصيلة. هي دي دعوة، الدعوة اللي ربنا أراد إنها تكون لمحمد. محمد شاب من شباب العمرانية. بصوا 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 المنبر وهو بيتقلي في الزيت، يا الله عالجمال، ايه الطعامة دي؟ حاجة كده تخطف العيون والقلب، العين بتاكل قبل البق يا جماعة. ويا سلام بقى لما يكون معمول بنفس راضية ونفس طيبة، زي نفس محمد وأم مريم مراته. محمد بيشتغل كل حاجة بلدي، الممبار والكفتة هما اللي بيعملوها، أم مريم هي اللي بتحشيه، هي اللي بتساعده في كل حاجة، هي اللي بتعمل السلطة. ايه رايك عشان نسال الشباب في المطعم وفي روسيا؟ احسن سمين في الجيزه كلها. ايه احسن سمين في الجيزه العمرانيه كلها؟ ايه رايك يا كوتش؟ احلى سمين في الجيزه العمرانيه كلها حبيبي. تسلم. وده كان راي الشباب. يا سلام عليك يا ام مريم، بجد يا جماعه مثال للكفاح وللاجتهاد. هي دي الناس اللي تفرح، هي دي الناس اللي ما بتستسلمش، ست واقفه في ظهر جوزها. فعلا يا جماعه وراء كل رجل عظيم امرأة، وغالبا بتبقى عظيمة وساعات بتبقى أعظم كمان. الست هي كل حاجة في حياتنا، ربنا يخليهم لينا. ويا سلام بقى لما تشوفوا أم مريم وهي بتحضر السلطة، أنا شفت يا جماعة المنظر صراحة حاجة تجنن، حاجة بيتي. برضو الست لما بتحط إيديها في الأكل، يا سلام يبقى الأكل كله طعم البيت. أم مريم ست مكافحة، بتحضر وبتساعد، بتلاحق محمد واقفة جنبه بتساعده، ما بتكلش وما بتتعبش، بترتب حالها. ودلوقتي معانا أم مريم وأم معاذ، هي مريم الكبيرة، فهنقول أم مريم وربنا يا رب يبارك لها. هي ومحمد واقفين مع بعض وبيساعدوا بعض. وانت ايه رأيك في تجربتك وانت واقفة مع محمد بتعملوا الأكل؟ ربنا يوفقنا للأحسن بإذن الله. وأنا من رأيي مدام هو بيجتهد وبيراعي ربنا في شغله وفي أكل عيشه، هو دوت أحسن إن هو يشتغل ويجاهد وأنا أقف معاه. طيب أنت لقيتي أي صعوبة معاه في وقفتك في المحل؟ لا لا لا، كان ربنا بيقويني صراحة. في مشاكل من الناس؟ في حد بيضايقك؟ في حد بيستغرب وقفتك؟ لا لا، هو كله بيستغرب إن أنت دوت حمل عليكي، طب إزاي بتوفي بين بولادك وبين شغلك؟ فده بيبقى من عند ربنا، لان انا ليا مواعيد لشغلي مع جوزي وليا برضك وقت لاولادي، بوفق بين ده وبين ده. ربنا يا رب يوفقكم ويوسع عليكم ويرزقكم يا رب دايما يا ام مريم. ربنا يخلي حضرتك. مبسوط جدا اني قابلتك يا ام مريم، وتسلم ايديكم على الاكل الجميل اللي انتوا بتعملوه. ربنا يخليك. تسلمي. وانا اتمنى ان احنا نكون اعجاب حضراتكم ويكون اكلنا كويس بالنسبه. طيب تحبي تقولي ايه بقى لسكان العمرانيه والجماهير اللي هيتفرجوا عليكي من العمرانيه؟ اللي ما جربناش قبل كده مش هيندم، واللي هيجينا اول مره يجينا 100 مره، لان احنا اكلنا نضيف، حاجات بلدي، حاجات بيتي احنا اللي بنعملها، ما بنجيبش اي حاجه من بره، ما بندخلش اي حاجه مستورده، وباذن الله تكون اكلنا عجبكم. تسلم ايديكم يا رب. ربنا يخليك. تسلم ايديكم وربنا يوسع عليكم ويرزقكم يا رب. شكرا يا ام مريم. شكرا لك. كان لازم اوريكم يا جماعه ام مريم وهي بتعمل السلطه، حاجه كده بيتي بيتي بيتي.
الطماطم ولا التفاح. بصوا بجمال، بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي. طماطم دي ولا تفاح؟ حاجه كده بيتي. تسلم ايدك يا ام مريم، الله يبارك لك يا رب ويوسع عليكي انت وجوزك. روسيا اللي مجمدنا، بس ايه، بنتدفى عنده بسلطه بقى. بصوا السلطه يا جماعه، بصوا الجمال، اللهم صل على النبي، الله اكبر، حاجه كده تفتح النفس. صلى على النبي يا جماعه، ما شاء الله. ومعانا بقى المعلم روسيا بنفسه، الحاج محمد روسيا حبيبي يا باشا. يقول لنا كده بقى يا عم محمد، منتجاتك كده، واعرض للناس كده اللي انت بتقدمه بالظبط. اللي انا بقدمه، اللهم صل على النبي، لحمه راس ومشكل. الحاجه دي كلها بلدي، ممبار وكفته وصدق وفشه وطحال ولحمه راس. انت اللي بتعمل الكفته يا محمد؟ اه انا اللي بعمله، وانا اللي بصنعه، وانا اللي بفرمه. ما شاء الله عليك، يعني سر الخلطه عندك انت بقى. اه بالظبط كده، الله يكرمك. والطلبات عندك بقى اسعارها ايه يا محمد؟ رغيف بيبدا من 10 و15 و20، طلبات تبدا من 25 وانت طالع 50 40 30. وبتعمل حواوشي كمان؟ بعمل حواوشي ب 10 و15 و20. ما شاء الله، وانا اللي بعمله برضه، وانا اللي بصنعه. يعني ام مريم يعني ما بتساعدكش؟ لا، ام مريم بتعمل كل حاجه، هي اللي بتسلق وبتعمل برضه، وهي اللي بتساعدنا، وهي اللي بتعمل الممبار. ربنا يا رب يكرمكم يا رب. نساعدك كويس بقى، ولا شيف حلو يعني، طباخه يعني؟ اللمسه النسائيه انا عارف في الاكل بتبقى حاجه تانية. طبعا. ربنا يا رب يوسع عليك ويرزقك يا محمد ويكرمك، ونشوفك كده من اكبر مطاعم القاهره كلها ان شاء الله. وانت دوقت حضرتك وشوفت. لا، الله اكبر، اللهم صل على النبي. انا كون الفيديو ده ان شاء الله طلع على الصفحه، فده معناه ان اكلك الحمد لله من فضل الله يعني في منتهى الجمال. تسلم ايديك يا روسي حبيبي يا محمد. خش يا ميزو.